ازيكم يا اجمد ناس في التاريخ. بما انكم اجمد ناس في التاريخ فعلا، فطبعا اللي انا بقوله النهارده ده مش موجود في اي حد من الرجاله اللي بتتفرج على الفيديو، بس الظروف بتاعت اليومين دول خلتني لازم اجيب سيره الموضوع ده. واللي انا بقوله دلوقتي ده مش لازم يكون عشان بسبب اليومين دول، دي حاجه المفروض تبقى مش موجوده في اي راجل عامه. والصفه دي كانت يعني جدتي دايما بتستعمل المصطلح ده، وفهمت قصدها ايه لما ابتديت اكبر واشوف يعني شويه ملاحظات كده رجاله بيعملوها، فجالي فكره الفيديو بتاع النهارده. انا عارف ان الرجاله بتتعب وبيعملوا مجهود رهيب قبل الحظر والقصص دي، كنت بتنزل الشارع وتشتغل وترجع تعبان وشقيان وبتاع، وبتتعامل على اساس ان مراتك بتعمل الحته بتاعتها، بتطحن بقى سواء في البيت سواء في الشغل والبيت والولاد، بتعمل بتاع 4 5 10 حاجات كده، وانت اللي هو بتطحن من الصبح بالليل بره البيت عشان تجيب الفلوس وهكذا. طبعا انا عارف قبل الحظر وممكن بعد الحظر اللي حصل ده هتبقى مثلا بتعمل كده من الصبح، بتشتغل من الصبح مثلا لحد الساعة 5 أو 4 أو 2 لو في بنك، أو واحدة في بنوكم الساعة 1، وهترجع البيت. المفروض بقى بعد كده في البيت هتعمل ايه؟ الكلام اللي هقوله ده مش للراجل اللي بيشتغل بس، عشان ما تمسكش في الكلمة، ده للراجل اللي بيشتغل والراجل اللي في الجامعة والراجل اللي في المدرسة. بس هقولك الأول الصفة نفسها وهشرح لك معناها ايه. الصفة دي بيتقال عليها الراجل اللطش. الراجل اللطش ده بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عامل زي المخدة مثلا، تقعد تتحرك في البيت كله وتعمل حاجات كتير قوي، وتذاكر للعيال وتروق البيت وتعمل الاكل وبتاع، والمخدة لسه زي ما هي في مكانها. فجأة ممكن تلاقي المخدة اختفت فما تاخدش بالك، وبعدين تيجي ترجع تاني الاوضة تلاقي المخدة رجعت مكانها. المخدة ممكن تروح راحت الحمام مثلا ورجعت تاني كده. الصفة دي صفة سيئة، الصفة دي صفة منيلة. الصفة ان انت راجل بتبقى نيدي. نيدي بمعنى ايه؟ لان نيدي اللي هو متطلب. انا بقولها لطش عشان الكلمة احلى، بس الراجل المتطلب ده بيبقى قاعد ملوش دور غير ان هو بيطلب في حاجات، تلاقيه مع الوقت طبعا ابتدى ايه يزهق لانه ما بيعملش حاجة. خلاص انا اشتغلت اعمل ايه يعني تاني؟ ما انا لازم ما اشتغلش، هفضل اشتغل طول اليوم، وممكن مراته تكون بتطحن طول النهار والليل مع ولاد مذاكرة، وممكن تكون بتشتغل كمان وبتجيب العيال والصبح بتوديهم وبتجيبهم من المدرسة يعني بص بيبقى ما بيعملش تقريبا اي حاجة على اساس ان هو انا اشتغلت. فمع الوقت تلاقيه ابتدى يعمل ايه بقى، يقول هو محدش بيعمل، انت ما بتبصليش خالص، انت ما بتاخديش بالك مني، ما انت لو ساعدتها في الحاجات اللي هي بتعملها هتفضلك وهتلحقوا تقعدوا مع بعض، بس انت ما بتعملش حاجه غير انت قاعد بتطلب، عايز اهتمام، عايز حد يتكلم معاك، ما بتعملش اي حاجه. والموضوع بيتقلب كمان لو انت بقى خاطب ولا بتظبط ولا بتاع، بيتقلب في التليفون، هي بتكون بتعمل حاجات عندها حاجات مثلا مع اهلها ولا بتاع، تلاقي انت نفسك بقى ابتديت ايه، انت بعتلك انت فين ما بترديش يا بنتي مش عارف ايه، فبتبقى اللي هو يا عم بقى حاسب بقى حل عني. والله حتى لو مش بتظبط، لو انت شخص اللي هو ما عندكش حاجه ما بتعملش حاجه في حياتك، قاعد بس كده اللي هو عايز اهتمام وعايز اتنشن ما بتعملش حاجه خالص، فهتفضل قاعد كل شويه تزن تزن تزن. والله ممكن الصفه تبقى الراجل الزنان برضو. هو اللطش ده بيبقى فيه ميكس كده بين الزن ومتطلب وعايز حاجات وعايز اهتمام يعني شخصيه بص بتبقى وحشه، صفات سيئة كلها متجمعة في الصفة بتاعت اللطش دي. حاول تكون راجل سند ظهر، ما تكونش راجل تقيل كل شوية عايز طلبات، عايز حد يشيلك يقعدك يأكلك يشربك يدلكك. حاول يكون ليك دور في البيت مع أمك مع أختك مع مراتك. واليومين دول بالذات انتوا خلاص اتقفل عليكم البيت وقت اطول لو بتنزلوا، لو ما بتنزلوش وقت اطول واطول، واتمنى ان انتوا ما تنزلوش طبعا لان دي احسن حاجة عشان نضمن ان الدنيا تبقى في السليم. بس طالما هيتقفل عليكم البيت وقت طويل دورك هيبقى اكبر، الموضوع لازم يبقى متقسم بينكم. خليك شخص خفيف، خليك شخص مش زنان، خليك شخص مش متطلب، خليك راجل لذيذ وخفيف ومساعد كده بس كده. شكرا يا جماعة اتفرجتوا، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.